السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 20 من سلسلة تمارين الدالة الأسرية النيبيرية. إذا حل في R المتراجحات. إذا عندنا متراجحتين، غادي نبداو بالمتراجحة الأولى، وديال جوج إكس أكبر من جوج وديال إكس. إذا في متراجحة، إذا أول حاجة كنحددو في المتراجحة هي مجموعة تعريف المتراجحة. في التمارين اللي هي سابقة كنا مكنحدوش هاد المجموعة، فعادة كانت المجموعة هي R، ولكن في بعض الحالات ما كتكونش عندي مجموعة تعريف هي R، وبالتالي خصني نحدد مجموعة تعريف المتراجحة. إذا حنا ليكن دي، إذا ليكن دي مجموعة تعريف المتراجحة. إذا دي تساوي ماذا؟ دونك هنا ما عندناش إشكال كذلك، فمجموعة التعريف هي R. إذا لكل x من r اي من d لدينا. اذا في المتراجحه ديالنا فكيمكن لي، اذا هاد x خصنا نرجعوها للطرف الاول، يعني كيمكن لي نقسم طرفي المتراجحه على او اكس، ومادام او اكس هو عدد موجب قطعا الترتيب ما كيتغيرش. اذا او ديال جوج x اكبر، اذا كنقسموها على او اكس اكبر من جوج او اكس على او اكس. اذا هذه كنختزلو كيبقى لنا جوج، يعني كيمكن لي نكتب جوج. اذا تكافئ او ديال جوج اكس على او اكس هي او ديال جوج اكس ناقص اكس اكبر من اثنان، اي او ديال اكس اكبر من اثنان. اذا كندخل الالين على طرفي المتراجحة. اذا الالين ديال او اكس هو اكس اكبر من الالين ديال جوج، وبالتالي اس، اذا اكس اكبر قطعا من الالين جوج، يعني الالين ديال جوج زائد لا نهايه. في المتراجحه المواليه عندنا الالين ديال جوج ناقص الاكسبونونسيال ديال اكس اكبر او تساوي 3، اذا ليكن دي مجموعه تعريف المتراجحه. اذا دي تساوي اكس كتنتمي لار. اذا هنا كنحددو شرط وجود هذه المتراجحه. هنا عندنا الين، يعني ما بداخل الالين خصو يكون موجب قطعا، يعني التعبير هذا خصو يكون اكبر قطعا من الصفر. اذا غناخدو هذه المتراجحه نديرو لها الحل. اذا جوج ناقص او اكس اكبر قطعا من الصفر تكافئ ماذا؟ اذا او اكس كنديوها للطرف الاخر، يعني جوج اكبر من او اكس. اذا كندخلوا الالين، يعني الالين ديال جوج اكبر من اكس، يعني اكس اصغر من الالين جوج. اذا راه نفس الكتابه، اكس اصغر من الالين ديال جوج. اذا هنا مجموعه التعريف هي ناقص لا نهايه الين ديال جوج، يعني حنا ملي كنلقى الحلول خصهم ينتميو لمجموعة التعريف، أو كندير داكشي اللي لقيت في الحلول تقاطع بمجموعة التعريف باش كيعطينا الحلول ديال المتراجحة. إذا دابا نحلو المتراجحة. إذا لكل إكس من دي لدينا الالين ديال جوج ناقص أو إكس اكبر من 3 تكافئ. اذا هنا يمكن لي ندير ليكسبونونسييل، دونك حنا بشكل عام الا كانت عندنا ا اكبر من بي فراه يمكن لي ندير ليكسبونونسييل ديال ا اكبر من ليكسبونونسييل ديال بي. علاش؟ لان ليكسبونونسييل داله تزايديه، وبالتالي في الداله التزايديه الا كانت عندنا ا اكبر من بي فاف لي ا اكبر من اف لي بي، يعني هنا ليكسبونونسييل ديال ا اكبر من ليكسبونونسييل ديال بي. إذا هنا يمكن نديرو ليكسبونونسيال ديال الالين اللي غيعطينا جوج ناقص او اكس اكبر من ليكسبونونسيال ديال 3. إذا تكافئ جوج دونك غندي جوج للطرف الثاني، إذا كيبقى لنا ناقص او اكس اكبر من ناقص 2 زائد او اس 3. إذا هنا ناقص، يعني خصني نتخلص من هذا الناقص، يعني نضرب في ناقص واحد طرفي المتراجحة.
إذن تنظر في عدد السالب يعني الترتيب كيتغير. إذن ناقص واحد في ناقص أو إكس هي أو إكس، ناقص واحد في ناقص جوج يعني جوج، وناقص واحد في الإكسبونسيل ديال تلاتة يعني ناقص الإكسبونسيل ديال تلاتة. إذا عندنا جوج ناقص أو أس تلاتة، وحنا كنعرفو بأن أو راه كيساونا تقريبا جوج فاصلة سبعة، ولا درنا أو أس تلاتة يعني جوج فاصلة سبعة أس تلاتة، وبالتالي غيكون واحد العدد اللي هو غيكون عندنا جوج ناقص أو أس تلاتة عدد سالب، يعني جوج ناقص أو أس تلاتة غيكون عندنا عدد سالب. إذا لدينا جوج ناقص أو أس تلاتة أصغر قطعا من الصفر، هو أو إكس كنعرفوه دائما أكبر قطعا من الصفر. شنو كيعني هذا؟ دوك حنا عندنا حسب النتيجة أو إكس خصو يكون عدد سالب، حسب المعطيات وحسب العلاقات فأو إكس دائما أكبر قطعا من الصفر. إذن هذه إذن غير ممكن، إذن غير ممكن، وبالتالي فمجموعة الحلول هي المجموعة الفارغة.